نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. سددكم الله، هل يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم ولا يسلم عليه لأنه لم يوافقه في تجريح بعض المشايخ؟ بئس ما صنع هذا، هذا عمله سيء. يعني قضية تجريح يعني شيخ أو شيخين أو أكثر، يعني إن وافقت على التجريح فأنت صاحبه وإن خالفته فلست صاحبه، هذا كلام من الفتن ومن البلاء الذي أصيب به بعض الناس الذين أشغلوا أنفسهم بهذا واشتغلوا عن العلم واشتغلوا بأكل لحوم الناس وملأوا بطونهم من لحوم الغافلين. نعم.